السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني واخواتي اصدقائي الاعزاء اينما كنتم. الرحله ديال نهار الحد ديال اليوم جينا من سلا ومن سلا دخلنا لهنايا للسوق ديال السوق الحد. هذا السوق الحد ديال بولقناد كما كتشوف هاد لابارتي اللي من هنايا كيكونوا فيها اصحاب العلف كيبيعوا العلف ديال البهيم وكيكونوا فيها اصحاب القطنيه وصهره. ما كاين حتى واحد. هي من هنايا راه خاويه السوق. هاد لابارتي الاولى الدخله ديالته راه خاويه راه ما كاين حتى شي حاجه. نشوف راه السوق خاوي ما كاين حتى حاجه. اللي كاين صحاب التبن هما صحاب التبن هما راه كاينين هنايا هما الكوبي ديالهم. غادي ندخلوا من هاد لابارتي ديال صحاب التبن وغادي ندوز من برا باش نمشي للرحبه ديال الخيل وديال الغنم. هي كاينه هاد الشيء ندوز لهنا لعند الغنم وندوز نشوف شنو كاين تما كاينه في الرحبه ديال الغنم. ومن تما كاينه غادي ندخل من اللور وندوز للرحبه ديال الكزاره والشوايه ومن هذيك الرحبه ديال الجزار وشويه غندخل من السوق من الداخل وغادي ندخل ونخرج ندخل في حالتي من هنايا نضرب شي دوره هنايا في السونط هنايا في تحت داك الشجر نشوف شنو كاين بالضبط. ومن بعد غادي نخرج واحد الخرجه ونشوف شنو كاين. هادشي اللي كاين يا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء. السوق هو هذا. كاين السيارات داخلين الرباطيات بزاف. ها انتم داخلين الرباطيين بزاف. فوالا كاين كيجيو لي الرباطيين بزاف. كاين السلاوين تا هما بولقنادل كما كتشاهدو. فوالا يلا يا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء ما كنتم طلعون في رؤوسكم. ها هو السوق. دابا غادي ندخلو نشوفو شنو كاين نديرو التور ديالنا ونمشيو شويه بشويه نعرفو شنو كاين. لالا خديكم علينا بارك الله فيكم. شكرا بزاف بارك الله فيكم. لالا خديكم علينا غيكون واحد شويه ديال لان اول مره غادي ندخل السوق باش غنصور فيه. مازال ما عرفتش انا لا رياكسيون ديال لي جون واش عندهم واش ما فهمتش. المهم يلا باش ما كان راه نعاود لكم شنو وقع لي في السوق. الله يخليكم علينا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.